فضل الدعاء. في يوم من الأيام خرج الطبيب الشهير إيشان مسرعا كي يذهب إلى المطار للمشاركة في مؤتمر علمي دولي. وبعد وصوله المطار وركوبه الطائرة، فجأة تم الإعلان أن الطائرة أصابها عطل ما وستهبط مضطرة في أقرب مطار. وبمجرد هبوط الطائرة توجه الطبيب على الفور إلى استعلامات المطار وقال لهم أنه طبيب شهير، كل دقيقة لديه تساوي أرواح العديد من البشر، ولا يمكنه الانتظار 16 ساعة ليركب طائرة أخرى. فأجابه الموظف، إذا كنت مستعجلا يا سيدي يمكنك استئجار سيارة والذهاب بها فورا، فرحلتك لا تبعد عن هنا سوى 3 ساعات. وافق إيشان مستاء وأخذ السيارة وبدأ طريقه. وفجأة تغير الجو وبدأ المطر يهطل بشدة، وأصبح من العسير جدا رؤية الطريق أمامه. وبعد ساعتين أيقن أنه قد ضل طريقه وأحس بالجوع والتعب. وبعد بحث رأى أمامه بيتا صغيرا فتوقف عنده ودق الباب، فسمع صوت امرأة عجوز تقول، تفضل بالدخول كائنا من تكون، الباب مفتوح. دخل الطبيب واستأذن العجوز المقعدة في استعمال الهاتف. فضحكت العجوز وقالت، أي هاتف يا بني؟ ألا ترى أين أنت؟ هنا لا يوجد كهرباء ولا هواتف، ولكن تفضل يمكنك أن تستريح وتشرب فنجانا من الشاي الساخن وتأكل بعض الطعام على المائدة حتى تسترد قوتك وطاقتك وتكمل طريقك. شكر الطبيب السيدة الطيبة كثيرا وجلس يأكل، بينما كانت العجوز تصلي وتدعو الله عز وجل، فعرف أنها مسلمة. وفجأة انتبه الطبيب إلى طفل صغير نائم بلا حراك على سرير قرب العجوز وهي تهزه. اقترب إيشان من السيدة وقال لها، يا أمي والله قد أخجلتني بكرمك وأخلاقك، وعسى الله أن يستجيب دعائك. قالت له العجوز، يا بني لقد أجاب الله سبحانه وتعالى كل دعواتي إلا واحدة. قال إيشان، وما هي تلك الدعوة؟ قالت العجوز، هذا الطفل هو حفيدي يتيم الأبوين، وقد أصابه مرض شديد عجز جميع الأطباء هنا عن علاجه، وقيل لي أن هناك جراحا عالميا واحد هو القادر على علاجه يسمى إيشان، ولكنه يعيش بعيدا جدا عن هنا، وأنا ليس لدي المال ولا القدرة على أخذ حفيدي إليه، وأخشى أن يموت طفلي، فدعوت الله القادر أن ييسر أمري ويساعدني. بكى الطبيب إيشان قائلا، والله يا أمي إن دعاءك قد عطل الطائرات وضرب الصواعق وأمطر السماء كي يسوقني الله إليك حتى بابك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم قام الطبيب إيشان بإجراء العملية وإتمام العلاج على حسابه الخاص، وتم الشفاء للطفل ببركة الدعاء. وهكذا يسبب الله عز وجل الأسباب لعباده المؤمنين بالدعاء الذي يعتبر أقوى الأسلحة في يد المؤمنين، فما أعظمك وأكرمك يا الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.